السلام عليكم. إذا نحاول في هذا الفيديو هذا نديرو تصحيح التمرين 12 صفحة 117 صافي، كتاب المفيد دائما. هنا قالوا لنا عندنا أ بي سي مثلث، حيث مستقيم أو إف يوازي بي سي متوازي، نحسبو أ سي صافي، عاد نستنتجو إف سي. أوكي، دونك لدينا خلال الشكل راه عندنا خلاص او كتنتمي ل ا بي و اف كتنتمي ل ا سي، او كتنتمي ل ا بي، اف كتنتمي ل بي سي، ماشي بي سي ل ا سي. وعندنا قالوا لنا بلي او اف يوازي بي سي، اذا حسب مبرهنه طاليس مباشرة، طاليس مباشرة، فإن شو يكون عندي هنا أ سي على أ إف كتساوي أ بي على أ أو، أ سي على أ إف كتساوي أ بي على أ أو كتساوي بي سي على او اف ولا اف او، يعني ان ا سي على ا اف. انا واش عندي معلومات على ا بي؟ لا، اذا ما عندي ما ندير بهذا، غنخدم بهذا بي سي على او اف. ا سي مجهوله اللي تنقلبو، خليها ا سي. ا اف عطاونا هي أربعة، بس بس قالوا لنا هي تسعة، أو إف هي خمسة، يعني أ سي كيساوي أربعة في تسعة على خمسة، إذا أ سي كتساوي أربعة في تسعة اللي هي 36 على خمسة. ومن بعد قالوا لنا استنتج اف سي، نستنتجو هادي. اذا شنو هي اف سي؟ هي هادي ا سي نقص منها ا اف. لدينا اف سي هي ا سي ناقص ا اف. ا سي عندنا صافي، ها بعدا قبل ما نمشي، دونك بعدا اف سي هي ا سي ناقص ا اف. واش ا سي عندنا؟ ها هي، و ا اف عندنا صافي. اذا هي 36 على 5 ناقص ا اف اللي هي 4، نوحدو ناقص 4، نوحدو هنا المقام هي 36 على 5، هنا المقام واحد غيكون 5، اذا هذه غات 4 غتولي هي 20 على 5 صافي. غتجينا 36 ناقص 20 هي 16 على 5 صافي، 16 على 5 ونهاية حل التمرين.